ربنا يحفظ مصرنا الحي ونمتاز. كمان المناسبه نقول مليون مبروك لطلبه الثانويه العامه، الحمد لله رب العالمين، يعني خرجت النتيجه اعتقد مرضيه للجميع بشكل كبير شويه، ولكن كمان بنقول هارد لك للناس اللي ما حالفهاش الحظ، ونتمنى يا رب ان كل واحد كده يدخل الكليه اللي بيحبها. ليه بنقول الكليه اللي بيحبها؟ لانه لو فعلا كل واحد دخل في المجال اللي نفسه يبدع فيه اعتقد هنلاقي انجاز بشكل كبير جدا. في مقوله دايما بتقول، يمكن ما مش عارف متفقوا معاها ولا، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. مهم ان احنا ندخل الكليه اللي احنا نحبها، مش انا مش لازم ان انا ادخل كليه واقول ما دي حاجه مرحله لحد ما تدخلني. دي فكره كويسه، ولكن انت لو حابب الكليه نفسها هتلاقي الموضوع اختلف بالنسبه لك. دي النصيحه اللي احنا ممكن نقولها لابنائنا واخواتنا من طلبه السنه. واحيانا يا عاصم كمان الواحد بيكون مثلا متخيل ان هو عايز يخش كليه معينه وان هو هينجح فيها ويدخلها وما ينجحش فيها وما يحبهاش، وممكن احيانا يكون بيتمنى كليه معينه مجموعه ما يجيبهاش ويضطر يخش كليه تانية يحبها ويتفوق فيها. فطبعا التوفيق ده من عند ربنا يعني. لو كمان عايزين نغير بس المفهوم اللي هو العقيم شويه اللي عندنا، الحياه كلها مش طب وصيدله وهندسه وشرطه وحربيه ومحاسبه، لا، الحياه تختلف بشكل كبير جدا. شوف انت ممكن تبدع في ايه. اولياء الامور طبعا كلهم نفسهم يشوفوا ابنائهم اطباء، ولكن ممكن يكون محاسب بس هو ناجح في عمله اكتر ما يدخل طبيب وهو مش ناجح في عمله. صح. الاهم من كل ده انك انت تنجح في عملك، تستطيع انك تثبت ذاتك، تكون انت. زي بيقول لك المثل، ليس الفتى من قال ابي وامي، الفتى من قال ها انا ذا. يعني ها انا ذا يعني انا هو، انا اللي ابدعت، انا اللي قدرت، انا اللي نجحت، انا الحمد لله رب العالمين دخلت في مجالي ونجحت فيه. لابد كل واحد من طلبه الثانويه العامه اللي هم بيقدموا دلوقتي على التنسيق، واحنا شايفين تقريبا التنسيق الادبي واخد 80%، التنسيق العلمي علم علوم 96.8، علم رياضه تقريبا 95.7. يعني انا بتهيألي يا عاصم كمان السنه دي المجاميع رجعت تاني للرينج الطبيعي اللي كانت بتبقى عليه زمان. صحيح. يعني احنا كان بقالنا كذا سنه كده بنلاقي مجاميع فوق ال 100% وحاجات كده، معرفش بيجيبوها ازاي. بس يعني حاجات مش منطقيه خالص. صحيح. يعني معرفش بس. الحمد لله، يعني يمكن رغم ان السنه دي كانت ظروف الثانويه العامه صعبه نتيجه ازمه تسريب الامتحانات اللي حصلت والمشكله اللي حصلت كانت مسببه ازمه للطلبه وحالتهم النفسيه كانت وحشه جدا، وكمان اولياء الامور صحيح. كمان كانوا الحقيقه متعذبين، اللي هم طول السنه بيكافحوا وبيحوشوا علشان الدروس وعشان مصاريف الدراسه، لكن الحمد لله يعني اهي عدت وكل واحد بقى يعني حط رجله كده في كليه معينه يحاول ان هو يجتهد. صحيح. وينجح فيها ويعمل اللي عليه يعني على اكمل وجه. كمان اللي داخل ثالثه ثانوي اللي هي الثانويه العامه بقى، عايزين نقول له كده تريس وحده وما تقلقش، خليها على الله. ما تسمحش شويه يعني، حتى لو باباك ومامتك بيضغطوا عليك انك انت تذاكر، انا مش بقول لك خدهم على قد علوم لا سمح الله، ولكن اسمع كلامهم. بس لما تيجي تقعد على المذاكره تكون حابب انك تذاكر، وانا عارف ان الدروس الخصوصيه هتبدا من اول اسبوع اللي جاي، فاحنا طبعا مش مع موضوع الدروس الخصوصيه، مع التعديل في المناهج، مع التطوير في التعليم. يمكن كان هناك تصريحات من وزاره التربيه والتعليم اتخاذ منهج مناسب في المرحله اللي جايه، وتقريبا من بعد العام الدراسي الجاي يبقى في تغيير في مناهج الرياضيات وبعض المناهج الاخرى، بعد 5 سنين يبقى في تغيير في كل المناهج الدراسيه. فده ممكن يدينا باكوره امل جديده ان احنا نقدر ان شاء الله في المرحله اللي جايه يكون عندنا نسبه طلبه عندهم قدره للتاهل والانخراط في سوق العمل بشكل جيد في المرحله اللي جايه. تعالوا مع بعض مشاهدينا نروح لفقرتنا الزراعيه اللي بتتم بالتعاون مع التلفزيون المصري وتقديم الاستاذ العزيز زيد حواش، هتكون الفقره عن محصول الكمثرى، نشوفها مع بعض ونرجع لحضرتك. صباح الخير على اخواننا الفلاحين والمزارعين، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنتكلم عن الكمثرى من احلى الفواكه في الصيف، والحقيقه عندنا مساحات النهارده اصبحت منتشره وعندنا مساحات كبيره النهارده، بعد ان الحقيقه بعض المزارعين
شالوا زراعات الكمثرى نظرا لاصابتها بمرض اللفحه، لان اللفحه دي من الامراض الخطيره. النهارده استطاع مركز البحوث الزراعيه بوزاره الزراعه انه يستنبط اصناف جديده مقاومه للفحه، وايضا بتقاوم ندره المياه، وبالتالي النهارده عندنا ان شاء الله محصول جيد من الكمثرى سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير. تعالوا مع بعض ناخد المعلومه الفنيه في خدمه الكمثرى قبل الجمع. كل سنه وانتم طيبين. مهندس فؤاد فكري، بنصبح على حضرتك ولك صباح الخير. صباح الخير. الحقيقه يعني النهارده انا بشوف مساحات كبيره من الكمثرى في مشروع الصالحيه، وده يعني من المشروعات الكبيره والواعده واللي بتغطي جزء كبير من الفجوه الغذائيه في مصر. والحقيقه انا شايف انتوا زارعين اصناف مقاومه للفحه، يا ترى الصنف ده صنف ايه؟ الصنف ده اللي كنت صنف اللي كنت ده مقاوم للفحة. ده حضرتك له مقننات مائيه بنبدا معاها بتتدرج مع ارتفاع درجات الحراره. قبل ما نبدا في المقننات المائيه، قول لي باشمهندس فؤاد، الكمثرى يعني مطلوبه في الاسواق والتصدير بالنسبه للاسواق المحليه والتصدير بشكل كبير؟ مطلوبه بالنسبه للاسواق المحليه والتصدير، وخصوصا الصنف ده، لانه صنف انه ممكن بيعملوه اللي هو بيبقى الثلاجه وبتبقى مواصفاته عاليه. مواصفات الجوده بتاعته والثمره بتاعته عاليه. يعني مواصفات الثمره بتاعته جيده. مواصفات الثمره جيده. لما بياخد الشغل بتاعه اللي هو المظبوط يعني. أنا شايف بسم الله ما شاء الله الإنتاج كويس، والسنة دي طرح كويس، حاجة مبشرة بالخير. عاوزين بقى نقول لنا بقى يعني نخش بقى في المقننات المائية، يعني بندي الشجرة حوالي قد إيه مية في التوقيت ده؟ بندي في التوقيت ده في حدود 100 لتر. يعني 100 لتر 90 يعني في حسب ارتفاع درجة الحرارة. حسب ارتفاع، كل لما بتزيد درجة الحرارة بنرفع المية معاه. وخاصة احنا في ارض رملية. تمام. بتبقى مرتفعة. وبعدين معانا طبعا المية بتبقى المية بالتسميد. يعني تسميدنا كله اللي هو لونه ده ري بالتنقيط. وبالتالي النهارده احنا انجكشن عن طريق السمادات. عن طريق السمادات الانجكشن، وبيبقى فيه معدلات، معادلة سمادية بين ال N وال B وال K. ال N اللي هو الازوت. والبي الفوسفور، والكي اللي هو البوتاسيوم. طيب انت بتهتم بيه بعنصر ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي حاليا البوتاسيوم، لان ده خلاص المرحله النهائيه للنضج. فلازم يدي مواصفات جيده للثمره ولحجمها والسكريات اللي فيه. طيب فتطلع مواصفات جوده عاليه. بندي قد ايه للفدان؟ حوالي كام؟ حوالي 5 كيلو. حوالي 5 كيلو. حوالي 5 كيلو للفدان. كويس جدا. بالاضافه الى العناصر طبعا، مش هنتجاهل العناصر الاخرى. العناصر بناخد العناصر اللي هي الصغرى، بس غالبا العناصر الصغرى اللي هو المايكرو اليمنت دي بناخدها، الحديد والزنك والمنجنيز والكلام ده. احنا بندي له رشتين في خلال موسم نمو كله. يعني في خلال موسم النمو كله. بنديها بتركيز 1 في 1000، بتبقى ضمه جميع الحاجات، حديد، زنك، منجنيز، مغنيسيوم. العناصر الخضراء دي خلصنا منها. احنا دلوقتي اهتمامنا بالبوتاسيوم في هذا التوقيت من العام. حاجه دلوقتي البوتاسيوم. طيب دلوقتي ايه اللي بيخوفك من امراض؟ انت قدامك قد ايه وتجمع؟ حوالي اسبوعين. اسبوعين. يعني 10-15 يوم كده ان شاء الله. الرينج ده ان شاء الله. ايه اللي بيخوفك دلوقتي من الامراض وتخلي بالك منها؟ هي اكتر حاجه دلوقتي اللي هي الذبابه. دي ودي بنعمل لها مصايد. وبنرش لما بنشوف المصايد دي بتدينا كده دلاله جيد، يعني لان هل في ذبابه كده. هو بتبدا لو لقينا المعدل بدا يزيد بنبدا نرش بالمبيدات اللي هي الموصى بها من وزاره الزراعه. طب تمام. يعني اذا اللي بيخوفك في الفتره دي هي ذبابه الفاكهه، وده لازم نحافظ. وانا بسم الله ما شاء الله انا شايف عندك بسم الله ما فيش اصابات، يعني الحمد لله تم السيطره عليها. وده معناها انه القائمين على العمل هنا بيقوموا بدور على كفاءه كويسه جدا، كفاءه عاليه الحمد لله. ودلوقتي يعني احنا في المرحله اللي هي يعني قبل الحصاد بقى، قبل الجمع على طول. باشمهندس فؤاد، يعني نقدر نقول الفدان يدينا قد ايه، كام طن كده في الكمثرى؟ الفدان يدينا في حدود من 15 ل 20 طن.
25 من 25 انتاج متميز. انا شايف كويس جدا بسم الله ما شاء الله يعني حاجه مبشره بالخير. لان التسميد مظبوط والشغل كله مظبوط فبيدي يدي. وبعدين الثمره بتاخد حجمها فحجم الثمره ده بيفرق في في الكميه في الوزن في الوزن في الوزن فالوزن طبعا ده حاجه طبعا بيتحسب الوزن ده الكيلو انه مثلا في حدود 4 من 4 ل5 ثمرات فالشجره بتدي كميه كبيره لا انا شايف يعني المعدل كويس جدا. وده محصول الحمد لله مبشر بالخير وداخل لمصر كلها الحمد لله. يعني مش ليكوا كمزارعين او ليكوا كناس مستثمرين وانما النهارده داخل لمصر كلها لانه النهارده بينزل الاسواق في مصر واحنا عاوزين طبعا يعني نهتم برخص الاسعار كمان طبعا. ونخفض الاسعار فالانتاج الكتير بيخلي الاسعار تنخفض حتى لما بنصدر ده بيدخل لمصر برضه بيدخل اللي هي العمله الصعبه الدولار والكلام ده هو فده طبعا بيرفع لان الزراعه الحقيقه هي العمود الفقري للانتاج في مصر ويمكن من اكبر الصادرات هو الصادرات الزراعيه. الحقيقه انا بشكرك على كل هذه المعلومات واحنا بندي نموذج للناس من نماذج الخير المبشره الحمد لله وبنقول الناس احتاجوا بيها وان شاء الله عندنا مشروع 1.5 مليون فدان اللي اطلقه السيد الرئيس هيبقى ان شاء الله باذن الله فير خير وفير لمصر. نشكرك ومتصب عليكم لك صباح الخير. شكرا يا فندم. الف شكرا يا فندم. وزي ما سمعنا هذه المعلومات الحقيقه المهمه جدا في خدمه محصول الكمثرى قبل الجمع. هنتابع ان شاء الله مع بعض معلومه اخرى في قطاع الزراعه. نشكر أستاذ العزيز زيد حواش على هذا التقرير الرائع عن محصول الكمثرى ونتمنى أن كل السادة المزارعين يكونوا استفادوا من هذا التقرير. ودلوقتي معانا على الهاتف الشاعر الأستاذ أحمد زايد. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الفل أستاذ مها. صباح الخير أستاذ عاصم. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. تحياتي لحضرتك يا فندم. أستاذ أحمد حضرتك مجهز لنا إيه النهارده نسمعه منك كده يكون استهلالة حلوة لحلقتنا النهارده؟ ان شاء الله. انا بحييكم اولا وبحيي شعب مصر جميعا وعايز اقول له خلي بالك تمام. خلي بالك يا ابن بلدي من البلد وشعبها واوعى تسمع للاعادي واللي واقفين ضدها ده انت منها وهي منك واللي منها يحبها واللي منها يصون تراقها ولا يتخلى عنها. الله. خلي بالك يا ابن بلدي من اللي حاصل وافهمه. قول لنفسك قول لغيرك ايه ليها هتقدمه واما تلقى جدار مشلخ قوم بايدك رممه واللي مش عارف ظروفه عرفه انت وفهمه. خلي بالك يا ابن بلدي مصر كانت على الحديدة فترة كانت صعبة جدا والرياح كانت شديدة والامور مش مستقرة والبلد ما هي السعيدة مصرنا ومخطوفة عننا كانت بعيدة. خلي بالك يا ابن بلدي البلد مستهدفة واللي كان عايز ياكلها مش هتكفيه مغرفة والعدو بره وجوه قلبه خالي من الصفة مش عايزينها مستقرة ولا تشعر بالدفء. خلي بالك يا ابن بلدي لسه بلدك فيها سوس سوس بينخر في اقتصادها وبدنها وفي النفوس وعشان نبني البلد دي عالصعاب لازم ندوس. ما تقولوش الرز غالي ولا غالي العدسوس رزنا مال المخازن فتشوا وانتوا تلاقوه في مخازن للاعادي من الخلائق هربوه لجل تحت ثورة ثالثة والولد ياكل ابوه ده مخطط من الاعادي وانتوا قادرين تحبطوه زي ما بيحصل يوماتي في ارتفاع سعر الدولار من التنابيش الصغيرة برضو الدول الكبار علشان تركع مصر بلدي تبقى تابع ليل نهار واما تركع مصر ليهم تبقى عيب علينا وعار واما تركع مصر ليهم تبقى عيب علينا وعار. بشكر حضراتكم
وكل المشاهدين. ده احنا اللي بنشكرك جدا الزحمه. ما تقلقش ان شاء الله مصر ابدا لن تركع باذن الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيعز مصرنا الحبيبه، والحمد لله رب العالمين ده شايفينه في خطواتنا وفي قراراتنا وفي القياده السياسيه الحكيمه اللي هي بتقود مصر المستقبل ان شاء الله. نتمنى ان يكون هناك فعلا ايادي من الحكومه، ايادي من كافه مؤسسات الدوله تساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخطوه من خطوات ايجابيه تصب في المرحله الاولى لصالح الوطن، ثم بعد ذلك في مرحله الوطن العربي اجمع. ده اللي احنا بنامله ان شاء الله، ان يكون هناك يعني مرحله قادمه خالصه بالعمل لوجه الخالق عز وجل ومراعاه الضمير. ده اللي احنا للاسف مفتقدينه في بعض المؤسسات. واحنا كمان يا عاصم يعني بنحمد ربنا ان احنا مصر فعلا امنه ومصر محفوظه من ربنا سبحانه وتعالى، ودايما كل ما بنخش في أزمة بنطلع منها وربنا بيقدرنا ان احنا نحل مشاكلنا بنفسنا. وبنتمنى ان احنا في الفترة اللي جاية ما نحتاجش ان احنا يعني نلجأ بقى لمساعدات خارجية من اي بلد تانية. شيء جميل ان احنا نساعد بعض ونعاون بعض، ولكن الافضل ان احنا دايما نحاول نحل ازماتنا يعني بشكل او باخر بنفسنا، ده هيكون افضل كتير ان شاء الله. طريق العمل والبناء والتعمير مستمر باذن الرحمن. في المرحلة القادمة سوف تضيء مصر الحبيبة بكافة ارجائها حتى تسع كافة أبناء هذا الوطن الحبيب. تعالوا مع بعض ناخد اتصال بين سيادة اللواء صفوت كامل خبير إدارة الطرق والأزمات، ونستعرض من خلاله ونعرف ما هو الجديد في إدارة الطرق. واحنا شايفين الحمد لله في المرحلة اللي فاتت كان فيه اهتمام كبير جدا من قبل الدولة ومراحل كتير تبناها كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم التوسع في الطرق وتوفير كافة الخدمات ليها. سيادة اللواء السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك يا فندم. زي ما قلت من شويه ان الحمد لله عندنا طفره يعني بشكل كبير في الطرق والكباري وكل هذه المناطق اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، ايه الجديد يا فندم وطمنا تقول لنا ايه؟ والله حضرتك هو طبعا احنا في يعني مرحله يعني غير مسبوقه في بناء الطرق صحيح وصيانه الطرق والكباري وانشاء كباري وانفاق وسيوله في حركه المرور بشكل غير طبيعي. نعم. الدولة حضرتك وفرت دلوقتي يمكن حوالي أكثر من 5500 كيلومتر ما شاء الله مربع أضافتهم لشبكة الطرق بتاعتنا على مستوى الجمهورية. جميل. الفكرة حضرتك في موضوع الطرق دوت إن مفيش أي دولة بتنهض أو اقتصادها بيبقى قوي إلا بشبكة الطرق بتاعتها. صحيح. يمكن حضرتك انا مش خبير اقتصادي، بس حضرتك بنعرف ان اول ما اسعار البنزين او الصولات بتعلى كل حاجه بتغلى بالتالي. صحيح. فحضرتك الدوله لما عملت شبكه الطرق الجديده ديت وبدات توسع الطرق وتهتم بيها جدا ده بيوفر اقتصاديا حاجات كتيره جدا. تمام. بنقل حضرتك المحصولات بتاعتي بيبقى فيها برضو نوع من التوفير، فتوسع عمرانيا، لان انا لما انشئ مدن جديده وما وفرتش طرق مش هقدر الناس مش هتقدر تروح. لكن كل ما وفرت شبكه طرق كل مكان ده اضافات جديده. صحيح. كمان حضرتك عايزين نقول ان شبكه الطرق اللي بتنشا حاليا تنشا بمواصفات عالميه ودي حاجه غير مسبوقه. حضرتك النهارده احنا عندنا طريق مصر اسكندريه الصحراوي بقى من يعني من الطرق من اجمل الطرق الحقيقه. طريق العين السخنه، طريق الاسماعيليه، هيك دلوقتي في بس مش انا مش بنشئ وخلاص عشان اقول ان انا بعمل طرق، لا ده انا بنشئ طرق وبمواصفات عالميه. صحيح. عشان تبقى الخدمه بتاعتنا طبعا حاجه ممتازه يعني. تمام. طيب خلينا نتكلم شويه عن الطرق الداخليه، وحضرتك تعلم ان احنا عندنا بعض المشاكل موجوده في الطريق الدائري في المحور في الكباري اللي هي موجوده داخل العاصمه، وكثير من المترددين على هذه الطرق اثناء يعني روحهم لاشغالهم والعوده منها بيشكوا من بعض المشاكل، هل في خطه يا فندم في المرحله القادمه بحيث ان احنا نقدر نتغلب على كافه المشاكل في الطرق الحيويه والرئيسيه داخل العاصمه؟ طبعا هو حضرتك احنا عندنا هنا بس يعني عايز اوضح حاجه. اتفضل. الطرق الداخليه دي بتتبع المحليات. نعم. والطرق اللي هي السريعه او الطرق اللي بين المدن دي بتتبع وزاره النقل الهيئه العامه للطرق والكباري. فاحنا حضرتك بنلاقي تضارب عشان كده يا فندم احنا ملاحظين الفرق يعني ولا ايه؟ بالظبط كده. تبقى حضرتك ماشي في طريق سريع كويس جدا وتيجي عند مداخل المدن وتلاقي حضرتك البوابة المشهورة أهلا بك يا ابتسم أنت في مدينة كذا، وتلاقي المطبات وتلاقي العملية يعني. صحيح. هو بس المطلوب حضرتك إن يبقى في تنسيق
ما بين كل الجهات المشرفة على الطرق في الجمهورية تحت هيئة واحدة. احنا عندنا حضرتك حوالي أكثر من 23 يعني هيئة أو جهة معنيين بالطرق في مصر للأسف يعني. للأسف. سيادة اللواء. غير الوزارات. نعم. سيادة اللواء يعني أكيد بالطبع الاهتمام بتجديد الطرق والكباري ده بيساهم بشكل كبير جدا في الوقاية أيضا من حدوث الحوادث، ويعني بعض الحوادث اللي بتحصل المرورية ده أكيد هيقلل منها بشكل كبير. طبعا مفيش شك، طبعا احنا معروف ان احنا الدولة رقم واحد في حوادث الطرق في العالم. صحيح. بس هي يعني احنا مش في عدد الحوادث، احنا في خسائر الحوادث، احنا بنخسر مش اقل من 20 مليار جنيه في السنه. في السنه 20 مليار جنيه بالاضافه للارواح، عندنا بتاع حوالي حضرتك حوالي من 20 الف قتيل سنويا برضو، وده عدد مش قليل، و40 الف مصاب. فدي طبعا اعداد بالنسبه للدول العالم كله، اعداد احنا بنحتل المرتبه الاولى في خسائر حوادث الطرق، وليست اعداد الحوادث، في الخسائر. الخسائر بتاعتنا الخسائر بتاعتنا للاسف بتبقى خسائر فادحه الحقيقه. طبعا في الارواح، حضرتك بقى الارواح دي يعني لا قدر الله لما واحد بيموت في حادثه يعني هو مش لوحده، ده معاه اسره. صحيح. بيصرف عليها، واللي بيحصل له عجز والعلاج بتاعه، كل ده حضرتك بيأثر في الاقتصاد القومي. طبعا اتمنى يا رب السلام. طبعا مفيش شك ان الطرق طبعا بتساهم الى حد كبير في تقليل نسبه الحوادث. صحيح. نتمنى يا رب السلامه للجميع. بشكر حضرتك جدا سياده اللواء صفوت كامل خبير اداره الطرق والازمات، وزي ما قال سياده اللواء من المشاكل اللي احنا بتواجهنا داخل الاداره في منظومه هذه البلد ان تلاقي مثلا موضوع الطرق والكباري ده تابع لحاجه و20 هيئه، صعب جدا. زي ما في الحمد لله تجديد في الطرق الخارجيه واحنا شايفينها على الطرق السريعه، ليه ما يكونش في تجديد وتطوير في الطرق اللي احنا بنعاني منها في مواصلاتنا الداخليه؟ نتمنى يا رب التوفيق وان يكون هناك حلول عاجله لمثل هذه الروتينيات اللي احنا عايزين نتحلل منها كده ونهرب منها في البلد. نتمنى رب السلامه وان شاء الله باذن الله. مشاهدينا وصلنا معاكم دلوقتي لفقرتنا الاخباريه، واول خبر معانا النهارده بيقول حظر ري المسطحات الخضراء بمياه الشرب. قالت وزاره الزراعه انها وضعت خطه عاجله لمواجهه ندره المياه باستنباط محاصيل زراعية غير شارهة للمياه، وذلك لأن القطاع الزراعي يستهلك 75% من إجمالي استهلاك المياه في مصر. وحذرت الوزارة من استخدام مياه الشرب في ري المسطحات الخضراء والأشجار الخشبية وعدم ري الغابات الشجرية بمياه الصرف الصحي المعالج، مؤكدة أنه سيتم تقليص الزراعات الشرهة للمياه واستبدالها بأصناف غير مستهلكة للمياه مع تعظيم الإنتاج من هذه المحاصيل. وده اللي بيخلينا نعود لموضوع ترشيد استخدام المياه. ترشيد استخدام المياه ده سلوك ايجابي، سلوك يومي، لابد من كل واحد كده زي ما بتعلم ابنك احترم بابا احترم ماما، احترم ترشيد استهلاك المياه. سلوك حضاري يا عصام. صح كده. لان للاسف احنا بنشوف دلوقتي الطفل بيشوف باباه هو بيتوضا او بيغسل وشه بالحنفيه فيفتح الحنفيه، مامته هي بتغسل الخضار وانت بتعمله. صح. ونفضل فاتحين الحنفيه. الاعتراف بالحق الفضيله والله. طيب نتمنى يا رب ان يكون ان شاء الله في وعي اكتر من ذلك في موضوع ترشيد المياه. نروح للخبر التالي بعنوان الاتفاق مع تايلاند للمشاركه في مشروع المليون والنصف المليون فدان. قال الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه انه تم الاتفاق مع الجانب التايلاندي على قيام وفد متخصص في الزراعه بزياره مصر خلال الربع الاخير من العام لدراسه المشاركه في مشروع المليون والنصف المليون فدان. وأضاف عزة أنه سيتم أيضا خلال نفس الفترة زيارة وفد متخصص في المزارع السمكية والصناعات المعتمد عليها. أيضا وأوضح أنه تم الاتفاق على تفعيل المشاركة المصرية في المعارض التايلاندية وجاري إعداد كشف بالمعارض المتخصصة في تايلاند لإرسال عدد من الوفود المتخصصة خلال هذا العام. الخبر الثالث مشاهدينا بيقول أول محطة للطاقة الشمسية بمزرعة الرياح بتكلفة 6 مليون دولار في الغردقة. بدأت محافظة البحر الأحمر تنفيذ إحدى اتفاقيات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لليابان مارس الماضي، والتي شملت مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ستقام بمصر طبقا للتعاون المشترك بين الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والحكومة اليابانية متمثلة في هيئة جايكا هيئة التعاون الدولي الياباني.
نروح لمنظومة الدعم في مصر، وخبرنا بيقول منظومة الدعم تغطي 86% من الأسر المصرية، وأعتقد ده عدد كافي شوية. كشف الجهاز المركزي للتابعة العامة والإحصاء أن 86% من الأسر المصرية تتم تغطيتها حاليا في منظومة الدعم وفقا لبحث الدخل وأيضا الإنفاق العام لعام 2015 والذي أعلن عن نتائجه أمس. وأوضح الجهاز أن 96.1% من أسر الريف الخاص بالوجه البحري تستفيد من منظومة الدعم الجديدة مقابل 72% في المحافظات الحضرية، مشيرا إلى أن نسب تغطية بطاقات التمويل للأسر تتراوح بين 84.9% في حضر الوجه القبلي، 88.2% في محافظات الحدود، و89% في الوجه البحري، و94.6% في الريف الخاص بالوجه القبلي. زيادة معدلات أمطار الهضبة الإثيوبية يبشر بفيضان فوق المتوسط. أكد دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن لجنة النهر وإدارة المياه أشارت إلى استمرار زيادة معدلات الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، قد يبشر بفيضان فوق المتوسط للعام الجديد، وأنه من المبكر الآن الحكم على فيضان العام الجديد، ويجب متابعة معدلات الأمطار خلال المتبقي من موسم الأمطار الحالي للحكم بشكل أفضل على مستوى الفيضان. نروح لخبرنا اللي بيقدم لحضراتكم معلومة هامة ومفيدة، تناول البطاطس بقشرتها يقي الإصابة بالسرطان. مضمون الخبر، كشفت دراسات حديثة عن بعض الفوائد الغذائية الخاصة بقشور بعض الأطعمة والتي لا يلتفت إليها الكثيرون ويكون مصيرها سلة المهملات، فنصحت باستغلال كل ما هو طبيعي، مشيرة إلى أهمية تناول البطاطس دون نزع قشرتها مع ضمان كامل نظافتها، لأن قشرتها تحتوي على مواد مضادة للسرطان. وأكدت الدراسة أن قشرة الخيار المليئة بالألياف تقلل بنسبة الكوليسترول والدهون في الجسم، كما أنها تساعد على الهضم ومدرة للبول. تعال نعرف معلومات أكثر عن البطاطس والخيار من الدكتور سعيد حماد خبير التغذية. أهلا بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بيك. سعيد حماد. أهلا بيك يا دكتور سعيد حماد، تحياتي لحضرتك. دكتور، لو اتكلمنا عن أهمية قشور البطاطس بشكل عام، هل بالفعل تقي من الإصابة بمرض السرطان؟ أولا بالتأكيد هي مفيدة لأن مكوناتها طبيعية وبتحتوي على نسبة أكبر من الألياف، بيبقى فيها العديد من الفيتامينات والنحل المعدنية موجودة فيها مثلها مثل باقي الذرة، يمكن يعني بتتركز فيها أكتر بنسبة أفضل إلى حد ما، وفيها فوائد صحية كثيرة نقدر نعتمد عليها. ولكن كل ده بيتم بمحاذير كثيرة، إن القشرة نفسها في حالة عدم نضج البطاطس بشكل جيد أو تلونها باللون الأخضر أو الأحمر في بعض المناطق منها، فبتكون في هذه الحالة قد تصل لدرجة السمية أو تسبب مشاكل صحية كثيرة. فإذا كنا بنأكد إن فعلا قشرة البطاطس والخيار كما ذكرت مفيدين نظرا لاحتوائها على الالياف، بيقلل الكوليسترول في الدم بشكل كبير، صحيح. فعلا فيها مواد بتساعد او بتقي من الاورام السرطانيه وبتساعد على تقليلها بشكل كبير، نسبه فيتامين سي اللي موجوده فيها تعتبر اعلى الى حد ما من الموجود داخل الذره نفسه، وبالتالي فيها فوائد غذائيه كبيره جدا. لكن لازم يكون هناك شروط للاستخدام، اولا التاكد من تمام نضج الثمره، عدم وجود اي بقع باللون الاحمر او الاخضر بشكل ظاهر موجود عليها، لازم يتم تنظيفها بشكل جيد واساسي لازاله اي اثار متبقيه للمبيدات لبعض النموات الموجوده عليها، وبالتالي لازم يؤخذ في الاعتبار هذه الاشتراطات. دكتور سيد، طبعا حضرتك عارف ان الاطفال بيكونوا مناعتهم ضعيفه شويه واكثر عرضه للامراض او الميكروبات، هل يا دكتور من الامن ان هم ياكلوا الخيار او البطاطس بالقشر اللي عليها مجرد ان هي اتغسلت خلاص كده هتبقى امنه ان هم يتناولوها، ولا يفضل ان الاطفال على الاقل يعني تنزع القشره من على الثمره وياكلوها من غيرها احسن؟ لا، بالنسبه للخيار يفضل تناوله بالقشر حتى الاطفال. يعني بالنسبه للخيار ان هو الثمره في طبيعتها او في اصل استخدامها تستخدم بالقشره. اما بالنسبه للبطاطس يفضل فعلا نزع القشره. يمكن هنا ان احنا نحافظ على القيمه الغذائيه بتاعتها بان احنا يتم غسلها وتنظيفها وتلقاها او شويها وهي كامله القشر، وبعد ذلك يتم ازاله القشره عشان نقدر نحافظ على اكبر قدر ممكن من الفيتامينات والمعادن الموجوده فيها. يعني نقدر نستخدم نعدها وهي كامله القشره ويتم نزع القشره بشكل بسيط، ده مع الاطفال فيما يخص البطاطس، يعني غير مفضل ان
أقدمها كاملة بالنسبة للأطفال. ولكن بالنسبة للخيار ده يفضل أو يشجع على تناوله بالقشرة، لأن ده الأصل فيه، والقشرة متركز فيها العديد من الفيتامينات والأمناح المعدنية المهمة جدا بالنسبة للجسم، فضلا عن الألياف المهمة للجهاز الهضمي وتقليل الكوليسترول والفوائد العديدة الموجودة فيها. نعم دكتور سيد حماد خبير التغذية، بنشكر حضرتك جزيل الشكر على مداخلتك معانا وعلى المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا النهاردة يا دكتور، شكرا لك. شكرا لك يا دكتور. والنهارده مشاهدينا عندنا مجموعه من الفقرات الحواريه، نتمنى يا رب انها تنال اعجاب حضراتكم، ولكن هنروح دلوقتي نستعرض معاكم نشرتنا الاقتصاديه ونبدا باسعار العملات مقارنه بالجنيه المصري. دولار امريكي سعر البيع 8 جنيه 88 قرش والشراء سعر البيع 8 جنيه 87 قرش. يورو اوروبي سعر البيع 9 جنيه 76 قرش، سعر الشراء 9 جنيه 69 قرش. جنيه استرليني سعر البيع 11 جنيه 68 قرش والشراء 11 جنيه 57 قرش. دينار كويتي سعر البيع 29 جنيه و35 قرش، سعر الشراء 29 جنيه و8 قرش. والريال السعودي سعر البيع 2 جنيه 36 قرش والشراء 2 جنيه 35 قرش. درهم إماراتي سعر البيع 2 جنيه 41 قرش، سعر الشراء 2 جنيه 40 قرش. ننتقل مع حضراتكم لأسعار الذهب، وليكم بيان مشاهدينا بأسعار الذهب بالجنيه المصري وذهب عيار 24 21 18 ونبدأ بأسعار ذهب عيار 24. ذهب عيار 24 379 جنيه و85 قرش. ذهب عيار 21 332 جنيه و37 قرش. أما ذهب عيار 18 284 جنيه 89 قرش. دي كانت مشاهدينا استعراض لأهم وأبرز الأخبار الخاصة بأسعار الذهب والعملات في نشرتنا الاقتصادية النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم عندنا مجموعة الفقرات، نتمنى أن تشاركونا بكل آرائكم طوال عرض هذه الفقرات، وكمان ممكن تبعتوا لنا لو حابين تناقشوا أي موضوع أو فقرة معينة على صفحة برنامجنا على الفيسبوك برنامج اللون الأخضر. هنروح مع حضراتكم فاصل سريع ونرجع نبدأ أولى فقرات برنامجنا الحوارية، انتظرونا.